السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في غالي الحلوين. كيف حالكم اليوم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. معكم اسمنا سوف أقدم لكم اليوم درسا في مادة التربية الإسلامية، هي بنا لنبدأ في درس اليوم. ولكن قبل أن أبدأ يا حلوين، يجب أن نستمع إلى نشيد. بسم الله. أمي، لماذا نقول دوما بسم الله؟ لأنك حين تقولين بسم الله يكون الله معك ويبارك لك في كل شيء. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. أستيقظ كل صباح أوحد الإله، أغسل يدي ولا أنسى بسم الله. أستيقظ كل صباح بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله نور الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. بسم الله بسم الله بسم الله نور الله. بسم الله بسم الله. جلسة في النهار أتناول الإفطار، أشكر من أطعمني بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله نور الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. بسم الله بسم الله بسم الله نور الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. في آخر النهار أعود إلى الدار، لا ألعب حتى أصلي ولا أنسى بسم الله. في آخر النهار أعود إلى الدار، لا ألعب حتى أصلي ولا أنسى بسم الله. أنا لو أحب أنا لو أحب من يقول بسم الله. أنا لو أحب أنا لو أحب من يقول بسم الله. لا تنسى لا تنسى أبدا لا تنسى بسم الله. لا تنسى لا تنسى أبدا لا تنسى بسم الله. وحين يأتي الليل لو تنسوا دعاء النوم، آتيكم في الأحلام حين تنسوا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. لا لا لا. جميلة أقول دعاء النوم ولا أنسى بسم الله. في بداية كل ليلة أقرأ قصة جميلة، أقول دعاء النوم ولا أنسى بسم الله. قبل المنام قبل الخروج قبل الجلوس قبل الشراب قبل النشيد قبل اللعب قبل القراءة قبل الكتاب. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. والآن يا صغاري قد انتهينا من الاستماع إلى نشيد بسم الله.
سوف أبدأ في تقديم درسنا اليوم. وقبل أن نبدأ في تقديم الدرس يجب أن نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف ندرس مادة التربية الإسلامية. ماذا لدينا اليوم أو ما هو موضوعنا اليوم؟ قصة أصحاب الفيل. وما هو الهدف أو ما هدفنا اليوم؟ أن نتعرف على قصة أصحاب الفيل. وقبل البداية في الاستماع إلى قصة أصحاب الفيل يا صغاري، يجب علينا أن نتذكر ترديد أسماء الله الحسنى. لنبدأ الآن. 1 2 3. الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحاكم، العدلو، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم. ولقد توقفنا يا كيجوان عند اسم العظيم. سوف نزيد على هذه الأسماء لنردد مع اسمنا في البيت بصوت واضح هذه الأسماء الجديدة. 1 2 3. الغفور، الشكور، العلي الكبير. مرة أخرى. الغفور، الشكور، العلي الكبير. الغفور، الشكور، العلي الكبير. والآن يا صغاري قد انتهينا من ترديد أسماء الله الحسنى، وإن شاء الله إن شاء الله الأسماء الجديدة سنحفظها بإذن الله ونتذكرها دائما إن شاء الله في حصة مادة التربية الإسلامية. الآن يا صغاري سوف أبدأ اليوم لتحقيق هدفنا، وهو أن نتعرف على قصة أصحاب الفيل. هنا اسم القصة، قصة أصحاب الفيل. نبدأ في القصة. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوجد هناك ملك ظالم شرير اسمه إبراه الحبشي. وفي يوم من الأيام كان هذا الملك الظالم الشرير غاضبا جدا جدا، ونادى على قائد الجيوش عنده وقال له: يا قائد الجيوش، يا قائد الجيوش، تعال لعندي يا قائد الجيوش. فذهب إليه قائد الجيوش وجلس معه وقال له: ماذا تريد يا أيها الملك إبراه، ماذا تريد؟ فقال له الملك إبراه الشرير وهو غاضب: لماذا يا قائد الجيوش، لماذا لا يأتي الناس لعندي ويحجون لعندي، لماذا؟ فقال له قائد الجيوش: الناس لا يأتون لعندك ولا يحجون لعندك لأنهم يذهبون إلى الكعبة ويحجون إليها. فغضب الملك وقال: لماذا يذهبون إلى الكعبة ويحجون إليها؟ لماذا؟ أنا أريد أن أكسر هذه الكعبة تكسير. يا قائد الجيوش، هيا بنا لنجهز ونعد ونعد جيشا كبيرا جدا 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 جدا. وبالفعل ذهب الملك الشرير إبراه وذهب قائد الجيوش الشرير وجهزوا جيشا كبيرا جدا 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 من الجنود. كان مليء هذا الجيش بالجنود الأشرار، وكانوا يحملون السيوف والرماح والأقواس، وكان معهم كل أدوات الحرب. وماذا أعدوا أيضا يا صغاري؟ أعدوا
فيلة ضخمة جدا جدا وكبيرة جدا جدا لحتى تساعدهم على تكسير الكعبة. ولكن من كان يسمع هذا الملك الشرير إبراها وهذا القائد الشرير؟ كان الله يسمعهم وكان يراهم، وكان الله غاضبا جدا 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 من هذا الملك الشرير، لأن الله يحب الكعبة ويحميها. فلماذا هم يريدون تكسير الكعبة التي يحبها الله؟ فكان غاضبا جدا منهم الله. فماذا فعل الله وهم يمشون إلى الكعبة ويريدون تكسيرها ويضربون الفيلة حتى يكسروا الكعبة؟ أرسل الله في السماء طيرا اسمها طير الأبابيل. هذه الطير من عند الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه طيور الأبابيل تحمل في فمها حجر من النار اسمه حجر السجيل، وكانت هذه الطيور تطير فوق الجيوش وتطير فوق الملك الشرير وفوق قائد الجيوش. وحينما قال الله لها ألقي هذه الحجارة من النار فوق رؤوسهم يا أيها الطيور، فبالفعل قامت الطيور برمي حجر السجيل فوق رأس الجنود. وماذا حدث لهم جميعا؟ ماتوا جميعا، مات الجنود الأشرار، ومات الملك الشرير الظالم إبراها الحبشي، ومات قائد الجيوش، وظلت الكعبة موجودة في مكانها. وهذا كان عقاب الشرير، ماتوا جميعا. وحينما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله من السماء سورة الفيل تحكي لنا هذه القصة. هيا بنا يا صغاري لنستمع إلى سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وهكذا يا صغاري قد انتهى درسنا اليوم في قصة أصحاب الفيل. ليس انتهى الدرس، قد انتهيت من سرد القصة إليكم. لكن قبل أن أنهي الدرس يا صغاري علي أن أوضح لكم بعض الأشياء، وهي نعيد تذكر أن الملك الظالم هو اسمه إبراها الحبشي. ماذا كان يريد إبراها الحبشي؟ كان يريد أن يكسر الكعبة. فماذا فعل؟ أعد جيشا كبيرا من الفيلة والجنود. من كان يراهم ويسمعهم؟ الله، وكان غاضبا جدا منهم، فأرسل إليهم طيور اسمها الأبابيل تحمل في فمها حجر اسمه السجيل. مات جميع الجنود وظلت الكعبة موجودة في مكانها. ماذا تعلمنا اليوم يا صغاري من هذه القصة؟ تعلمنا دروسا كثيرة جدا، وهي أول شيء يا كيجوان أننا يجب أن نسمع كلام الله ونحبه ونحترمه، أن الله يحب الكعبة ويحميها ويحفظها من كل شر ومن كل سوء.
أن جزاء الشرير هو العقاب، وأن الله سيعاقب كل من كان شرير وظالم. فاليوم يا صغاري قد استمعنا إلى قصة أصحاب الفيل، واستمعنا إلى سورة الفيل، وتعلمنا أشياء جديدة، وتعلمنا دروسا كثيرة جدا من هذه القصة الرائعة. اليوم يا صغاري سوف أودعكم إن شاء الله، وألقاكم الأسبوع القادم مع موضوع جديد في مادة التربية الإسلامية. إلى اللقاء يا صغاري، إلى اللقاء.